ملف سد النهضة في طريقه إلى طاولة مجلس الأمن بعدما استنفذت المباحثات بين مصر والسودان وإثيوبيا خياراتها وتعثر الجهود في الوصول إلى تسوية تقبلها الدول الثلاث. الخارجية المصرية أعلنت في بيان لها إحالة الملف إلى مجلس الأمن لثني أديس أبابا عن المضي قدما في مشروع ملء الخزان ومنعها من اتخاذ إجراءات أحادية تقلص من فرص التوصل إلى اتفاق، مستندة في ذلك على المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار أزمة السد تتهدد الأمن والسلم الدوليين. إثيوبيا المنسحبة من المباحثات الأخيرة لا تجد حرجا في استكمال برنامجها الزمني لملء السد اعتبارا من الشهر المقبل، سواء كان ذلك بالاتفاق مع القاهرة والخرطوم أم بدونه، وهو موقف أطلقه بشكل حاسم وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندرغاشيو. تنتقل قضية سد النهضة إلى مستوى جديد من التأزم بدخوله مرحلة التدويل، والذي سيتطلب من كلا الطرفين التسلح بالمؤيدات القانونية لدعم موقفه، علها تجد طريقها إلى حل يغني دول حوض النيل من الدخول في سيناريوهات عسكرية لا يسعى إليها أحد.